لح. أولا للتوضيح، إيران أمام تستطيع خلال شهر أو أشهر أن تمتلك القنبلة بالإمكانات الحالية، وهذا من الأسباب اللي يخلي أمريكا ودول أوروبية وروسيا والصين تسارع إلى نجمها على الأقل. لكن كما تجادل دول المنطقة وإسرائيل أيضا لديها معلومات دقيقة في هذا الشأن، إيران تعمل تحت الأرض، وحتى لو لجمت على في الظاهر فهي في الباطن وهي دولة باطنية على كل حال، ستواصل العمل وتجهز هذه القنبلة حتى يأتي العام 2025 ويصبح من حقها أن تمتلكها فتعلنها. لذلك دول المنطقة من حقها الطبيعي الدفاع عن النفس، هذا حق مشروع. إذا كان هذا محرما على الجميع فليكن، أما إذا كان من حق إيران أن تحصل على القنبلة الذرية أو على الصواريخ التي تستطيع حمل الرؤوس النووية أو الغواصات النووية وغيرها، فإذا من حقنا. وهنا أذكر بما حدث للاتحاد السوفيتي عندما دخل سباق التسلح، سقط لأن اقتصاده لم يكن يحتمل، كان اقتصادا كالاقتصاد الإيراني يعتمد على النفط، يعتمد على بيع السلاح، يعتمد على دعم الميليشيات والدول المشاركة له في الرؤية العقائدية حول العالم، وكان يرعى الشيوعيون حول العالم كما إيران ترعى الطائفة التي تنتمي إليها حول العالم. نفس التماثل، الاقتصاد كان اقتصادا عسكريا بحتا في الاتحاد السوفيتي، ودخل في منافسة مع الولايات المتحدة الذي كان اقتصادها اقتصاد رأسمالي حر يستطيع أن تمول هذا السباق، وفي النهاية سقط الاتحاد السوفيتي وتفكك. وأنا أتوقع أن تسقط إيران وتتفكك، لأن كما ذكر